رح امشي من هون اليوم، بس بوعدكن يا ولادي انه امكن رح ترجع لكن على الاكيد. واليوم اللي رح ارجع فيه رح اكشف حماتي ورح افضح كذباتها قدام كل الناس، والكل يعرف وجهها الحقيقي، وهيك ولادي ما عاد يكرهوني. رح يكرهوكي إلك، انت اللي لازم تنكرهي. منيح انك اجيت يا ابني، كنت عرفانة يا سافيتري انك رح تجي، لهيك حطيت خطة لحتى وقفك قبل ما توصل لولادي. أخي وين أشكي؟ محل ما لازم تكون. أنت خليتهم يتقلوها؟ أنا ما ساويت شيء، بس تصرفاتها وسكوتها هنن اللي عملوا هيك فيها. وطلبت منها قدام الشرطة إنها تحكي الحقيقة، وما رح خليهم ياخدوها، بس هي ضلت ساكتة حتى إنها راحت مع الشرطة لحالها. صح ريا؟ شو؟ بدي شوفها. لوين رايحة؟ ما قلت لك بعدي عنا ومنعتك تشوفيها؟ ما بدي كنتي ترافق هيك وحدة خرابة بيوت وبلا ترباية. وإذا مصرة إنك ترافقيها ما رح تضلي كنتي. ماما انتي ليش هيك عم تحكي معها؟ راج، اذا رحتي خبرتي الحقيقة للكل وقتها كل شيء انا عملته رح يخرب. صدقيني انا بس بدي تنبسطي بكل يوم وبكل لحظة، وما بدي شيء تاني ابدا. يلا. ليك كارتيك، ما في فايدة من الحكي بهالموضوع هلا، وقصة ايش انتهت. أنا سفي لإلك تليفون. إلي أنا؟ إيه. ألو؟ أنا كتير مشتاق لك حبيبة قلبي إيشكي. كيف الوضع عندي؟ بالسجن؟ قديش دفعت للجرسون والمدير يا مايانك؟ مصاري كتير. شو بدنا نعمل؟ نحن بعصر المصاري. لو إنك وافقتي تتزوجيني. أنا ما كنت مضطر بكل هالمصاري. ولا كنتي رح تتعفني بالسجن. انت مفكر انك انتصرت علي ما هيك؟ لا مو مفكر بنوب، انا متأكد اني انتصرت. صح، الضربة اللي وجهت لي اياها كانت قوية، بس اذا مفكر انك ربحت بتكون غلطان. انت عملت كل هاد لتحصل على سونالي مزبوط، بس انت ما قدرت تطول ضفرة. لك انت شو فكر انك حدا مميز؟ انت واحد تافه وحقير مثلك مثل كتار غيرك. اسمع، أنا خسرت جولة وحدة، وبس أطلع من هون وقتها رح دمرك وأقضي على مستقبلك بطريقة ما بتتخيلها، لدرجة ما عاد فيك تواجه حدا بالدنيا كلها. عم تفهم؟ رح علمك كيف تهدديني يا إشكي. لو سمحت قوليلي إذا إجاني اتصال تاني لا تعطيني إياه. ليش وطيتي الحرارة هيك؟ هلأ بتمرضي. بس أنا ماني حاسة بالبرد. يعني إذا ما رفعت الحرارة هلأ عن جد رح أمرض وأتعب كتير. أنا بعرف أهان أنك هلأ كتير مزعوج، يعني صح صار عرس سونالي، بس مو مثل ما انك مخطط ابدا. وكل ما تتذكر عرسها انت اكيد رح تتذكر اللي صار مع رفيقك مايانك. ما بعرف شو كانت مشكله ايشكي ومايانك، بس شوفي ريا، ما رح اقلك انه مايانك كان خطيب مثالي لايشكي، بس لما اجينا على المنتجع هو عم يتحسن ويحاول يصلح اخطائه. كان معتني بايشكي وداير باله عليها، بس ليش ايشكي اتهمته إنه حط شي بالعصير؟ شو اللي ممكن يخلي أي شاب يعمل هيك مع خطيبته؟ ما في أي سبب أهان، أنت معك حق. بس ليش؟
قلبي حاسسني إني غلطان. إيه مايانك. مرحبا أهان. أنا بحاجتك كتير يا أخي. بترجاك تعال عندي. يلا جاي فورا. مايانك بده يعني ضروري. ما رح أتأخر عليكي. إشكي خالتي؟ خالتي خالتي انتي شو جابك لهون؟ ما كان لازم تجي أبدا. لكن انتي اللي لازم تجي. شو مشان الوعد اللي قطعتي ليا وأحلامك وعرسك؟ انتي ليش خربتي كل شيء؟ بس على الأقل خبريني إلي يا بنتي، ليش عملتي كل هالشي؟ مايانك اللي شبك فيك شيء؟ أنا حاولت إني أقنعه لقلبي إنه ينساه، بس هو بيحبها كتير ليشكي. هي كسرته، هي دمرت لي حياتي كلها يا أهان. وتأكد أبي وأمي إذا بيصر لهم أي شيء أنا ما رح أقدر كمل حياتي من بعده. عمي ما رح يصير له شيء، اطمن. بس أنت اهتم بحالك، اتفقنا؟ معقول تكون إشكي عملت كل هالمشاكل لأنه عندها مشاعر تجاهي؟ قديش بكره حالي وبكرهك يا إشكي. خالتي أنا كل شي فيني إليك يا هلأ إنه مايانك هذا ما طلع مثل ما أنا مفكرينه أبدا. شو طلع؟ قلي لي إشكي، هو شو طلع؟ شو اللي ما شفته بمايانك وإنتي شفتيه فيه؟ كل عمره بيحكي معنا بكل حب واحترام، واليوم حاول ينتحر. خالتي بترجاكي، شو هالمجتمع اللي عايشين فيه؟ ليش لما الزلمة بيضرب مرته منعتبر إنه هالشي كتير طبيعي؟ ولما يعاملها باحترام ومحبة منحس كأنه مفضل عليها ولا كأنه هالشي من واجباته الزوجية؟ ليش خالتي؟ وبخصوص السيد مايانك، هو ما ضربني ولا حتى أذاني، بس سبب لي جرح كتير كبير. يا خالتي تجربتك بالزواج خلتني اتعلم دروس كتير. تعلمت انه احسن للبنت تقضي عمري عزبة على انها تتزوج رجال غلط. لهيك انا بفضل ابقى عزبة كل عمري على اني اتزوج شخص مثل مايانك حقير وواطي. قليلي مين بدك تحاربي لحالك يا إشكي؟ الكل. كل مين بيوقف بوشي رح حاربه، وانا مو لحالي. انتي معي مزبوط؟ ولما اطلع من هذا المكان رح نروح على بيت جديد ونبلش حياة جديدة هنيك. ألو؟ شو هالحكي؟ كيف فيك تقلعنا؟ أنت أخذت رعبون منا؟ ألو؟ خالتي، شو صار؟ مين هاد؟ صاحب البيت الجديد شاف صورك وقلعنا من البيت. انتهى وقت الزيارة لو سمحتوا. يا خالتي هنن فيهم ياخدوا منا البيت، مو مشكلة أبداً. المهم إنك أنتي معي، ولا تخافي يا قلبي، بوعدك بس أطلع من هون صلح كل شيء. إشكي لا تبكي كرمالي. لك أنت كيف بتعين بشركتك بنت متهمة بأنها سبب بجريمة انتحار؟ بس تخيل إذا هي الأخبار انتشرت بالجرايد، ساعتها سمعتك رح تتدمر. تأكد أستاذ، نحن ما رح نوظف هاي البنت بالشركة. ما كفاك إنك حبستها ولسه عم تعمل كل هذا الشيء؟ رح دمر حياتها، صدقيني ما رح أرحمك أبداً. أخي أنت ما بتعرف السبب اللي خلى إشكي تساوي هيك؟ لا أنا بعرف ليش عملت هيك، كله مشاني. هي قالت لي إنها معجبة فيني وكانت حابة تتزوجني كمان، بس كانت رح تتزوج من مايانك مو مني، لهيك حاولت تتأخر هالزواج. ومايانك وأبوهن اللي دفعوا الثمن، بس هلأ إشكي رح تنال عقابة. بترجاك ما تعمل هالشي. إشكي ما لقي حدا بالدنيا بترجاك. هي اللي عم تدافع عنا، خلت زوجها المستقبلي يحاول ينتحر. ورغم كل هالمهزلة هي، مايانك لحد الآن عم يحاول يعتذر منها وكان بده يتزوجها كمان. يا أخي أنا ماني مبسوط إنه رفيقك بالمشفى، يلي صار معه كان غلط، بس كمان يلي عم تعمله أنت مع إشكي غلط كبير. هي البنت ارتكبت غلطة وحدة، وغلطها هو حبها لألك. لا، أكبر غلط عملته إنها عطت أهمية لمشاعرها أكثر ما عطت أهمية لعائلتها. شو الفائدة من الحب اللي بيدمر العائلة وبيأذي اللي حواليه؟ هذا النوع من الحب أنا بكرهه كتير. أخي أنا ما بدي جادلك بهذا الموضوع هلأ،
بس كل اللي عم قوله انه عرس إيشكي التغى وهي هلأ قاعدة بالسجن. هي تعاقبت هلأ. لا، اللي عملته مو قليل ابدا ولازم تتعاقب عليه. لازم تتربى منيح من عملتها مشان المرة الجاية تفكر ألف مرة قبل ما تدمر اي عائلة. عم تفهم اخي؟ جاوبني على سؤال واحد بس. بعد الشي اللي عم تعمله بإيشكي رح تقدر تنام بالليل انت؟ انا اسف يا اخي، هذا الحكي مو إلك. نسيت مع مين عم احكي. انت ما بتشارك حدا الشي اللي بتحس فيه ابدا. الناس الطبيعيه بتعمل هيك، بس انت عايش بالانكار. خسرت بيتي وشغلي وكل شي بملكه كمان، بس انا ماني ندماني على شي. كان الموضوع صعب بس رح ارجع ابني كل شي من جديد. بس الشي الوحيد اللي مزعلني انه مايانك رح يقدر ينفذ بعملته الوسخه، وما في طريقه امنعه وانا محبوسه هون. أمي بترجعكي، ساعديني يا أمي. أخي جاوبني على سؤال واحد بس. بعد الشي اللي عم تعمله بإيشكي رح تقدر تنام بالليل أنت؟ شبك آهان؟ إيشكي ما فكرت بالعيلة. هالبنت فكرت بحالها وبس، ودمرت عيلة كاملة، وكل هاد بسبب عنادة وطمعة وأنانيتة اللي ما تخلت عنهم، حتى ما اطلعت لورا ولا مرة. ابني رح أقلك شي مهم، إذا هي الحقيقة أو لا، لكل قصة في روايتين. حاول تعرف الوجه الثاني أهان. يا عمتي حاولت أكثر من مرة بس. حاول مرة تانية، يستاهل الموضوع. أنا بخاف تكتشف بعدين إنك كنت غلطان، وإذا صار هذا الشي ساعتها صدقني رح تحس بالذنب كل عمرك. الغلط اللي صار مع أمك أنا ما قدرت أعمل أي شيء لصححه، لهيك ما رح أسمح إنه يتكرر نفس الغلط مع إيشكي. أنا لازم ساعد آهان، لسه معنا وقت. كارتك يلا خلينا نروح. شكرا كثير لك يا كارتك، لولا ما ساعدتني بدفع الكفالة اليوم كانت إيشكي. لا تخافي خالتي، مهما قالت الناس أنا بوسى بإيشكي وما رح خليها تقضي الليلة بالمخفر. إيشكي انت منيحة؟ إيشكي خالتي انت شو عم تعملي هون؟ انا جبت كارتك لهون كرمال يدفع كفالتك، بس طلعتي قبل. مين اللي دفع الكفالة؟ ما بعرف اخي. انا عم استناكي هلأ جنب المسبح، بس تطلعي تعي فورا. صار لازم ننهي الموضوع، ورح تخبريني ليش عملتي هيك. واذا كان معك حق يا إيشكي ما رح اتخلى عنك مهما صار. لو الدنيا كلها توقف ضدك انا ناطرك. تعي تعي بسرعه. خالتي كارتك انا لازم اروح. إيشكي اهان وينو بنتي؟ ما بعرف ستي، بس من لما الشرطه اخذت إيشكي واهان متضايق كثير، مع انه هو يلي قدم الشكوى، بس مانو مبسوط بالشي اللي عمله ابدا. سافيتري راحت للأبد، وإيشكي لازم تلحقها. لازم يروح اسم هالبنت من العيلة للأبد كمان. خلص نسيلي هالمنحوسة وخلينا نحكي بشغلات حلوة. إيه؟ هالمنتجة حلو كتير، ولا شو رأيك أنتي؟ شو رأيك تفكري تعملي مفاجأة لأهان؟ بس يا ستي شوفي، أنا عم بحكي لك عن خبرة. هي طبيعة الرجال، وهنن بيخافوا بالفطرة من كلمة الزواج. بس انت حابة تتزوجي اهان ما هيك؟ لهيك لازم تعملي شي. يلا لشوف.
بلشي. أنا متأكدة إنه هذا اللئيم رح يسمعني للآخر. هو على طول كان يدعمني وهلأ كمان. يعني نحن في بيناتنا كيمياء. أنا بعرف أهان. وين أشكي؟ طول الليل وأنا عم بستناكي يا إشكي، بس أنتي ما إجيتي. شو؟ عملت حادث؟ ماتت؟ ممتاز يلي عجزت أنا أني ساويه، القدر ساواه، ومن هلأ راحت هي العقبة من طريقي وللأبد كمان. سعادة هذا البيت ما عادت بخطر، وما حدا رح يعرف بحقيقة سافيتري. سافيتري، انتي اخدتي ابني وحرمتيني منه، وانا هلأ اخدت ولادك ورح يضلوا معي. كيفك ستي؟ انت شو جاي تعملي هون؟ ما حدا بده يشوفك بهذا المكان، يلا لبرا. ستي انا بدي اشوف اهان لمره واحده. لك اذا قلتي اسم اهان على لسانك الوسخ مره ثانيه. ستي أنا بدي. أنا عطيتك فرصة أخيرة يا إشكي، وأنت رجعتي ضيعتيها. بترجاك اسمعني مرة واحدة بس. خلص بقى، ما في شي ينقال أو ينسمع. عن جد ما بقى أي شي بينقال. بس في حقيقة واحدة أنت لازم تعرفيها، وهي إني بكرهك. بكرهك يا إشكي. كارتيك.
إذا بشوف هي البنت عم تدور حوالينا مرة تانية رح تكون هي المسؤولة عن كل شي ممكن يصير. هالمرة اكتفيت بالحكي، بس صدقيني المرة الجاية رح دمرك فعلاً. انتي خسرتي يا إشكي، خسرتي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.